في بريطانيا خرج رئيس الوزراء بوريس جونسون من وحدة العناية المركزة في المستشفى حيث كان يتلقى العلاج من إصابته بكورونا، وأشار مكتب رئاسة الوزراء إلى أن جونسون سيظل تحت المراقبة الطبية في المستشفى خلال الوقت الراهن. هذا وارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى قرابة 8000 حالة. أيضا يستعد البريطانيون لأسابيع أخرى يستمر فيها القيود والإغلاق في إطار الإجراءات الاحترازية في مكافحة تمدد كوفيد-19. كان بوريس جونسون ربما يغالب الألم والكثير من الوهن وهو يطل من هذه الشرفة كآلاف البريطانيين تحية للأطباء الذين يقارعون الوباء الخفي. قبلها بأسابيع فقط خاطب جونسون البريطانيين بصراحة صادمة ومرعبة، يحثهم على الاستعداد لوداع من يحبون. ربما لم يكن يتوقع أنه سيخرج إليهم بعدها بإعلان مفاجئ. لقد مس جونسون الفيروس أيضا. صانع البريكزيت استحال ضحية أخرى لكورونا. فالوباء الذي تستحضر معه المملكة أيام الحرب العالمية الثانية العصيبة يستحضر معه جونسون أيضا نيلسون تشرشل ملهمه السياسي. بدأ أن معركة بلاده مع الوباء اختبار يأمل أن يخرج منه ظافرا بنصر كذاك الذي حققه تشرشل. رغم إصابته أصر جونسون على مواصلة العمل فيما تفشي الفيروس في بريطانيا يقترب من ذروته، لكن سريعا لم يطق جسده مزيدا من الوهن ونقل للعناية المركزة. حبس البريطانيون أنفاسهم وبدأ أن الوباء أقرب إليهم مما يتوقعون. عقب ليلتين قضاهما بالقرب من أجهزة التنفس تحسنت صحة جونسون، يخرج من العناية المركزة لكن دون أن يغادر المستشفى. كان تعامل رئيس الوزراء البريطاني مع أزمة الوباء مثار جدل، تدرج من التقليل من خطورة العدوى المتفشية في الصمت إلى حديثه عن مناعة القطيع التي ستجنب البلاد عواقب إجراءات العزل القاسية، لكنها ستترك من تضعف مناعتهم يواجهون مصيرهم، إلى أن استقر به هو نفسه الحال في المستشفى. رئيس الوزراء ذو 55 سنة المولود في نيويورك التي تعيش أيضا أسبوعها الصعب في مواجهة الوباء انتخب رئيسا للوزراء في يناير الماضي وهو يتحضر لقطع صلات الاتحاد مع جيرانه الأوروبيين بعد لحظة طال انتظارها، وهو يقلب مخارج بلاده بعد أن عاجلها الوباء. يصاب بوريس. وينضم إلينا زاهر عمرين من لندن. أهلا بك زاهر. إذن انتقل من غرفة العناية المشددة إلى غرفة خاصة، متى يتوقع الأطباء خروج جونسون من المستشفى تماما؟ بالواقع صبا يعني الأطباء حذرون بعض الشيء في اتخاذ هذا القرار، يقولون إن جونسون في المراحل الأولى من تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا. نقله بعد ظهر البارحة من العناية المشددة إلى غرف المرضى الاعتياديين هي خطوة يعني يقيمونها على أنها ممتازة على صعيد التحسن، لكن الخروج من المستشفى قد يكون غدا أو في الأيام التي تليه على أبعد تقدير أو على أقرب تقدير إن صح التعبير. لكن بالعموم يقولون إنه حتى بعد خروجه من المستشفى هو يحتاج لفترة راحة ولو قصيرة قبل العودة للبدء بالقيام بمهامه في 10 داونينج ستريت كرئيس للوزراء، وهي المرحلة التي ينظر إليها البريطانيون أو يتطلع إليها البريطانيون من أجل عودة بعض الاستقرار للمشهد السياسي. طيب زاهر، في موضوع آخر، في الموضوع الأكبر، الأرقام تتصاعد في بريطانيا كما تتابع، كيف تواجه الحكومة هذه الأرقام من إجراءات وتعامل صحي أيضا، خصوصا أننا يعني هذه الأيام في أيام عطلة لعيد وأيضا يوم البنوك بعد يومين؟
نعم، في الواقع سبا هذه الأرقام هي كبيرة بالفعل، لكنها ليست صادمة على الأقل للخبراء الصحيين الذين يعملون على هذا الملف، والذين صرحوا بأن هذه الأرقام ربما قد تتصاعد أكثر في الأيام القليلة القادمة، حيث أن الوباء سيشهد ذروته خلال الأيام العشرة، خلال نطاق من 10 أيام، قد يمتد حتى نهاية الأسبوع القادم. بعدها قد تبدأ الأرقام بأن تخفت تدريجيا. ويقولون أيضا أن إجراءات الحجر الصحي والعزل الاجتماعي والحجر المفروض على البلاد أيضا بدأت تؤتي أكلها، ولكنها ليست كافية لإعادة النظر بالإجراءات المتخذة أو سحب بعض من القيود المفروضة. لكن التخوف الأكبر بالنسبة للسلطات اليوم هو ما ترينه في الصورة، الطقس الجيد، درجات الحرارة أعلى من 20 بقليل، هو يعني نحن على مشارف عيد الفصح، أيضا عطلة البنك هوليدي، كلها عوامل قد تدفع بالناس الموجودين في منازلهم للخروج إلى الشوارع أو إلى الحدائق، وهو ما حذرت منه السلطات كثيرا، منحت أيضا ضمنه للشرطة حق الاعتقال إن اضطرت لذلك، تفريق التجمعات، أغلقت بعض الحدائق أمام الناس أو الذين يرغبون في ممارسة بعض الرياضة حسب نصيحة الحكومة. هذه الأيام الثلاثة قد تكون فعلا تشكل تحديات كبيرة ربما للسلطات، لكن كل شيء على ما يبدو تحت السيطرة كما تقول، يعني كما يقول المتحدثون سواء السياسيون أو حتى سلطات تنفيذ القرارات. نتمنى ذلك. شكرا لك زاهر عمرين من لندن على كل هذه التفاصيل، وفي نتابع معك في نشرات الأحد.